السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا وفيات مسلسل سرايا عبدي. أتمنى منكم الدعم واللايك والاشتراك، جزاكم الله عنا خير. وفي مصطفى مواليد 1 أكتوبر عام 1940، اتوفى 1 أكتوبر 2017، ففي نفس يوم ميلاده بإصابته بنوبة قلبية. عن عمرنا هذا 77 عام. محمد أبو الوفا مواليد 15 مايو 1956، وتوفى 29 يونيو 2019، ودفن في مدافن عائلته في محافظة الفيوم. عن عمرنا هذا 63 عام. يوسف العسال مواليد 14 مايو 1947، توفى 19 نوفمبر 2014. سبب الوفاة كان جريمة قتل بغرض السرقة. عن عمرنا هذا 67 عام. إبراهيم فرح مواليد 1951 من حي السيدة زينب، توفى 17 يناير 2020. توفى داخل العناية المركزة بإحدى المستشفيات. عن عمرنا هذا 68 عام. فيفي السباع مواليد 8 ابريل 1957، اتوفت 21 يناير 2017. عن عمرنا هذا 59 عام. عاصم رأفت توفى 16 اكتوبر 2014، ممثل ومخرج مسرحي، وكان اخر اعماله سرايا عبدي. أتمنى منكم الدعم واللايك والاشتراك، جزاكم الله عنا خير.